السلام عليكم أحبائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله بخير. كل سنة وإنتو بخير، وإن شاء الله الله بعيد رمضان علينا وعليكم جميعا بالخير وباليمن وبالبركات. بما إنه نحن على أيام الأعياد، أنا حبيت أقدم لكم اليوم لغريبي ومقاديرها معانا 3 كباية طحين ونص، محتاجين كباية وربع سمنة، فينا ناخد نص كيلو إذا حابين بالجرامات، نص كيلو طحين مع ربع كيلو سمنة. إذا بالكبايات محتاجين 3 كبايات ونص طحين مع كباية وربع سمنة، ومحتاجين كباية سكر بودرة. طبعا الطحين بننخله كتير منيح، السكر البودرة بننخلها كتير منيح مرتين وثلاثة، وبنشوف كيف بدنا نجهز لهم. بسم الله، أول شي بسم الله الرحمن الرحيم، بننزل السمنة بوعاء. أنا هون معاي ربع كيلو سمنة، رح أحط عليهم كباية السكر وأضربهم مع بعض. وهيدا عملنا، ضربنا السمنة مع السكر بودرة لحد ما بيض على الآخر هيك مثل ما نحن شايفين، وصار مثل الزبدة. منجيب الطحين وبننزله فيه شوي شوي. الغريبي ما بدها عجن، الغريبي بدها تقليب بس مثل ما رح نشوف هلا، منشان تاخد غريبي هالشي ومظبوطة 100% ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. هيك بأصابعنا، شفتي أصابعنا كيف أنا عم بعملهم؟ هيك هيك بدنا نقلب الغريبي. هيدي هي الغريبي، هيك بنعملها ببلدنا. بنحط شوية طحين تانيين وبنقلب بأصابعنا مثل ما احنا شايفين، مش بنعجنها بندعك فيها، لا، لحد ما نخلص كل الكمية بهالطريقة، هيك بأصابعنا لحد ما نخلص كل الكمية. وبعد ما نخلص عجنة بنحطها بالبراد لمدة 6 ساعات، وبعد 6 ساعات بنطلعها عشان نبتدي نشتغل فيها. فإذا أعزائي، هيدي عجينة الغريبة سقعت ومثل ما شايفينا مفرولة. نحنا بدنا نرجع نعجنها مثل ما شايفين بهالطريقة هي. فإذا أحبائي، هيدا بعد ما جمعنا العجينة مرة تانية بعد ما طلعناها من البراد وصارت بهيدا الشكل. مثل ما بنعرف عجينة الغريبة ما بيسوى نعجنها كتير. فإذا أحبائي، ناخد من العجينة قطعة هيك بسيط، ما منلفها كتير، بسيط بس، ومنخليها عالية هيك مثل ما شايفين. واحدة تانية، بدكن تعملوا أشكال فيكن. هنشوف التشكيل التاني، هنعملها هيك مثل ما شايفين، هنلفها هيك ونحطها. فإذا أعزائي، أنا اللي عم بعملهم عم برصهم هون على الصينية مثل ما شايفين. هيدا احبائي، نحن جهزنا الغريبه مثل ما نحن شايفين. انا ما حطيت عليها فستق حلبي، انا حطيت عليها لوز، كسرته بالنص مثل ما شايفين وحطيته عليهم. رح نحطهم بالفرن على درجه حراره 160 لمده 15 دقيقه. وشهم لازم يبقى ابيض. اذا نحن ناويين نحمر الوش لازم نشيل الصينيه نحطها برا لتبرد، بعدين نفوت الوش نحمره، بس هي شكلها ابيض اجمل. ورح اعملكم جزء هيك وجزء هيك تنشوف، خلينا نشوف بعد ما يخلصوا. احبابنا، هيك صينية الغريبة خلصت كتير سخنة. هلا اذا بدنا نحمر وشها بدنا نستناها لحتى تبرد كتير منيح، وبعدين بنحطها بالفرن وبنولع من فوق. اذا بدنا اياها بس بيضة من هيك بدنا نستناها لتبرد ونحطها بقلب الطبق اللي بنقدم فيه.
هلا انا شو رح اعمل؟ رح اشيل نصهم ابيض واحمر نص الوش الباقي مشان تنشوف المحمر وشه كيف والمش محمر وشه كيف. تمام، انتظروني. فاذا احبائي، وهيدي الغريبه بعد ما خلصت وبردت انا حطيتها بالصحن مثل ما شايفين. انا مثل ما قلت لكم انه في البعض رح اتركه وشه ابيض والبعض رح احمر له وشه. طبعا عشان احمر له وشه وطلعه بهاللون الحلو كتير هيك، تركت الصينيه بالاول برا تبرد، وبعد ما بردت رجعت فوتها على الفرن، ولعت من فوق وحمرت لها وشها شوي. لا اوعى تفوتوا الصينيه على الفرن وهن بعده الغريبه سخنين، اذا فوتوها هي سخنه من فوق على الوش بتشقق معاكم، فعشان تطلع معاكم وهيدا شكل حلو لازم تتركوها لتبرد. كتير هشي، كتير طيبة، بتدوب بالتم دوب. بتمنى منكم تجربوها. ما تنسوا تعملوا لي لايك، سبسكرايب، شير. مع كل هنا، والسلام عليكم.